فإنه يناسب في هذا الملتقى الوطني الحافل أن نشيد بجهود المغرب المعاصر في رعاية الطبقة العاملة وحمايتها القانونية والحقوقية في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه. نعم، الخوف منها من قوتها وقدرتها على التنظيم والممارسة النضالية الهادفة، وقد كان لهم الحق في خوفهم. وتحفيز الشباب على مواصلة من ممارسة حق الطبيعي حينما ينتهك الحق النقابي وتنتهك القوانين الاجتماعية. في المواجهة العنيفة والدامية بل والوحشية.